مشاهدينا الكرام، خلونا نعرف أكثر تفاصيل عن هذه المعلومات وهذه الدراسة مع دكتور حسين العمري، أستاذ هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. دكتور حسين، صباح الخير وأهلا بيك. يعني التعرض لي زي ما بتقول الدراسة، يعني عدد ضخم من محاولات الهجوم أو الاختراق للحواسيب، سواء الحواسيب المحمولة أو حتى الحواسيب العادية، مقارنة بالربع الأول من عام 2023. خطورة ده إيه وإيه الأسباب؟ يعني خلاص إحنا عرفنا الأسباب اللي هي بتستهدف من خلال هذه المحاولات للاختراق، ولكن إلى أي مدى أو إيه السبب في زيادة عدد الهجمات ومحاولات اختراق الحواسيب في الربع الأول من العام الحالي 2024؟ هو الارتفاع تقريبا 35% في الربع الأول بالنسبة للمحاولات، لكن في انخفاض في عدد المستهدفين. يعني فالظاهر الناس بدأت تتثقف أكثر، ولكن في استهداف لنقاط الضعف. عادة الاختراق يتم عن نقاط الضعف، سواء في أطفال في البيت يستخدمون الحاسبات ويمكن يكبس عليها حاجة، والاستهداف معظمه يعني للكمبيوترات، للحواسب اللي تشتغل في البيت، وقليل منها للموبايلات او الاجهزه المحموله، يعني يمكن 1.25% او 1.5%، يعني معظمه 1.3%، لكن معظمه يستهدف الكمبيوترات لسرقه المعلومات او للتسجيل، سرقه بيانات بطاقات الائتمان وما شابه. السبب طبعا كما قلت انه انت طبعا في انتشار للذكاء الاصطناعي، في عندك عادة الأشرار يعني اللي هم المهكرون، يعني فهم أسرع لاستخدام أي شيء جديد، سواء عن طريق الصور أو المزيفة أو المواقع المزيفة، فهم أسرع من الجهات الرسمية والجهات التشريعية. فلذلك تجد مثلا خاصة يعني في السنة الماضية بالذات ازداد كثير عدد الصور المزورة بحيث لا تميزها عن الصور الحقيقية. صحيح. الفيديوهات، فهذه الأشياء تنتشر عادة عن طريق اتاتشمنت، يعني هنا برامج تكون عندك، هناك ملف محمل مع الإيميل أو محمل مع رسالة. فهذه أسباب، هو هكذا تنتشر هذه. حصان طروادة بالذات هو ينزل يكون ظاهره كأنه برنامج عادي تستخدمه لشيء عادي، أو تنزيل شيء ألعاب أطفال بالذات يعني، لكن يكون هو معها ملف محمل لا تراه أنت، ويكون هو السبب. يعني مثل ما قصة حصان طروادة، الجنود خرجوا من الحصان الخشبي، لكن هنا نفس الشيء، يخرج هذا البرنامج يحمل نفسه، وبعضها ينتشر وبعضها لا ينتشر، هو يريد فقط أن يتجسس على جهازك ليلتقط منه، يبحث عن معلومات خاصة معظمها للابتزاز المالي، أو بسموه اللي هو رانسم، اللي هو الفدية، اللي هو فيروس الفدية، بحيث أنه يقوم بتعطيل كل ملفاتك، يعمل لها تشفير بباسورد رقم سري معين، ولا تستطيع أن ترجعها كما كانت إلا إذا دفعت لهم عن طريق البيتكوين أو العملات الإلكترونية. ثم يقوم لك بإعادتها كما كانت. فهذه الأشياء يعني هناك طرق للتغلب عليها، ممكن نتكلم عنها إن شاء الله. عليها، ولكن إحنا برضو لاحظنا بحسب الدراسة ما ذكرت أو الخبراء ذكروا، أن بيتم استخدام المحاولات دي المتخفية على هيئة مواضيع محبوبة لدى الأطفال. من وجهة نظرك ليه أو إيه السبب؟ شوف، الأطفال يعني اللهو يعني في الجيل الجديد كثير جدا، وأسباب اللهو كثيرة. فهناك برامج أصبحت ممتعة جدا حتى للكبار، يعني ماينكرافت وليجو وديزني وبلو آي وبا بترول وغيرها، كل هذه البرامج يعني برول ستارز روبوكس، هذه البرامج يعني مرغبة حتى للكبار، يعني أصبحت ممتعة جدا. وهناك ألعاب جماعية يلعبوها الأطفال مع بعض عن طريق التواصل، فهنا يأتي عملية أنه التحميل. فهم فالعادة لما تنزل هذه الألعاب أو تلعبها تقوم بتنزيل معها ملفات كثيرة عشان تلعب، فهو يختفي في أحد هذه الملفات، وهذه المشكلة. يعني أنت يعني في يكون هو مركب في ملف من الملفات ثم يقوم بتحميل نفسه. فهو الاستخدام عن طريق الأطفال كما قلت هي نقاط الضعف في البيت، فيجب أن يكون الحس الأمني، يعني
في البيت منتشر في عند الجميع. طبعا الكمبيوترات خصوصا ان في اطفال كتير بيستخدموا الهواتف المحمولة بتاعت اباهم وامهاتهم. هذه انا لا انصح فيها ابدا، خاصة اذا مركب كمبيوترات، مركب البنوك، مركب الايميلات المهمة، ومركب وكذا اشياء مهمة. فيجب طبعا انا يعني نصيحتي بالذات سواء كمبيوترات او ايميلات وهذا، اول شيء في الكمبيوترات لازم يكون عندك دائما مضاد للفيروسات، يعني مع اللي عنده ويندوز العالم العربي يعني تقريبا معظم ويندوز وفي ابل كثير، يكون نازل عليه المايكروسوفت ديفندر، ياتي مجانا مع مايكروسوفت. هذا مهم جدا، ويكشف معظم هذه الاشياء. ولكن الاطفال احيانا يعطلوا هذه الاشياء، لان انا عندي اولاد يعني كبروا الان، لكن كان يعطلوا احيانا لاجل انها تبطئ اللعبه يعني. نعم. احيانا لانه يقوم بتبطيء اللعب. شكرا لحضرتك دكتور حسين العمري، استاذ هندسه الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كنت معنا مباشره من الولايات المتحده الامريكيه.